لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، على ما هدانا كما أمرنا، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. فلنشكر نعمة الله عز وجل بهذا الدين، بهذه الشريعة العظيمة، بأننا وفقنا الله عز وجل أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلنشكر نعمة التوحيد لله عز وجل ربا، لا شريك له في ربوبيته، هو وحده الخالق الرازق المدبر، هو وحده الضار النافع المحيي المميت، هو سبحانه قيوم السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. حاجتنا إخوة الإسلام إلى أن نعلم أنه لا يملك لنا أحد ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إلا الله وحده. فنوحده إلها معبودا، نركع له وحده، نسجد له وحده، نرجوه وحده، نخافه وحده، لا نخاف غيره، لا نتوكل على غيره، نتحاكم إلى شرعه دون ما سواه، نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، على ما جاء في شرع الله، دون غلو أو تفريط، دون إفراط أو تفريط. إياكم والغلو، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
نفرده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كما أننا نفرده بربوبيته وإلهيته، ندعوه ولا ندعو سواه، ونسأله ولا نسأل غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا ندعو ميتا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا، لا ندعو إلا الله، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إخوة الإسلام، نعمة الله علينا بالقرآن العظيم الذي يهدي للتي هي أقوم، التي نفتقدها في حياتنا اليوم عندما وقعت الفتن بين المسلمين فتركوا الذي هو أقوم، عندما دعي فيهم بغير الإيمان ودعي فيهم بغير الأمن. إننا نحتاج إلى الأمن والإيمان. اللهم أهل علينا هلال شوال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند رؤية الهلال: فلنفكر، نحتاج إلى الإيمان، لا نقبل أن يوجد فينا من يجحد وجود الله، من يلحد أو من يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من يشرك بالله عز وجل، أو يدعي له الصاحبة والولد. عندما ندعو بالإيمان، ندعو بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونؤمن بتحقيق العمل الصالح. فالإيمان قول وعمل يحتاج إلى تطبيق. عندما نطبق حقائق الإيمان الباطنة ونعمل بالأعمال الظاهرة، عندما نحقق حب الله من كل قلوبنا والخوف منه وشكر نعمه والصبر على بلائه والإخلاص له وحده، وعندما نتخلص من أمراض الكبر والعجب بالنفس والرياء والسمعة والقسوة. ما الذي حدث لنا إخوة الإسلام عندما نتخلص من هذه الأمراض القلبية وتصبح سلوكياتنا وأخلاقنا الظاهرة موافقة؟ تكون نعمة الإيمان قد شكرناها. أما عندما يقسو بعضنا على بعض، عندما لا يرحم بعضنا بعضا، عندما يشمت بعضنا في بعض، عندما يتمنى بعضنا هلاك بعضنا ويظن أنه بذلك يفعل خيرا، عندما يرفع بعضنا على بعض السلاح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. بكل نوع يؤدي إلى أذية مسلم، فقد يكون سلاحا ناريا أو بسيف أو بغير ذلك مما يؤذي المسلم. لا ترفعوا السلاح على أهل بلدكم ودينكم ووطنكم. أوطاننا ممزقة من حولنا، أنريد أن نمزق وطننا كهذه التي مزقت؟ لا بد أن نحافظ على مجتمعنا ما استطعنا، ننشر روح التراحم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل لا طبقنا ذلك؟ عندما نطبق ذلك سوف يتم الأمن. الأمن والإيمان قرينان. عندما نحقق الإيمان يتحقق لنا الأمن من عند الله عز وجل. وعندما نؤدي الأمانات ويأمن بعضنا بعضا سيوجد الأمن بإذن الله تبارك وتعالى. عندما نعظم حرمات المسلمين
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. أين نحن إخوة الإسلام من هذا الحديث النبوي الشريف؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم المجامع، عندما يتقرب بعض من ينتسب إلى الإسلام وبعض من ينتسب إلى الدين، يتقرب إلى الله بسفك دماء المسلمين، ويتقرب إلى الله بتكفيرهم، ونعوذ بالله من ذلك. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. وقال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حار عليه. أنواع اللعنات التي يطلقها البعض ويصبونها على غيرهم إن لم تجد مسلكا وقعت عليهم، رجعت فأصابتهم. احذروا إخوة الإسلام من أن نعيش في ضنك من صنع أيدينا، عندما نترك الإيمان والعلم ونترك أهل العلم، عندما نتبع سبيل الجاهلين، عندما نتبع سبيل المبتدعين، عندما تفقد تعظيم حرمات المسلمين في وسطنا حتى يسهل القتل، يسهل من كل أحد إلا من رحم الله، من ليس له سلطان وممن له سلطان. عندما يتساهل الناس في الدماء ويتساهلون في تدمير أموال بعضهم بعضا، سواء العامة أو الخاصة، نفقد الأمن. عندما تنتشر انتهاك الأعراض، سواء كان ذلك بفعل الفواحش والاغتصاب أو بالسب والشتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نحتاج إلى السلامة والإسلام، يسلم بعضنا من بعض. الله جعل تحيتنا مباركة طيبة: السلام عليكم ورحمة الله. أنا بأرضنا السلام، أنا بأرض المسلمين السلام، إن لم يلتزموا بالإسلام. إن الإسلام هو الذي يجلب السلام، إن الإسلام هو الذي يأتي بالسلامة. نريد أن نعود إلى شرع الله في كل شؤوننا، ولتبدأ بنفسك، ابدأ بعبادتك، ابدأ بتوحيدك، تعلمه، ابدأ بأخلاقك، ابدأ بسلوكك، ابدأ بمعاملاتك. اجتنب الحرام، اجتنب الرشوة، اجتنب الربا، اجتنب الميسر، لا يغرنك من يبرر لك ذلك. اجتنب غصب أموال الناس، اجتنب أن تأخذ من أموال المسلمين العامة أو الخاصة ما لا يحل لك، فأنت بذلك لا تكون مسالما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الحق، المسلم الكامل الإسلام، هل هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، لا بد لنا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بلاد المسلمين أن يحرص كل منا على سلامة دينه وسلامة قلبه للمسلمين، وأن يسلم كل أحد من المسلمين وكذا من غيرهم من المعاهدين من أذيته. ولنتراحم ولننشر الرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعوذ بالله من القسوة، القسوة في معاملة الخلق تثمر القسوة عند تلاوة القرآن، وتثمر أن لا يتأثر القلب، بل تثمر أن يحرف الكلمة عن مواضعه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا وصف الله به أهل الكتاب،
اليهود خصوصا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا؟ لقسوة قلوبهم. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من القسوة. إخوة الإسلام، اتقوا الله عز وجل بحسن الخلق، خالق الناس بخلق حسن. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسنوا أخلاقكم. أول من يكون مع الوالدين، بر الوالدين واجب من الواجبات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الزملاء، إلى الصاحب بالجنب، إلى كل من تصحبه ولو مدة وجيزة. نتقي الله سبحانه وتعالى في من نعاملهم، ونحسن أخلاقنا، وننشر روح التراحم، وننشر ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، ذاق المسلمون طعم تلاوة القرآن، وذاقوا لذة الصلاة والصيام، وفرحوا مصداق ما قال ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الفرحة بعبادة الله وبالقرب من الله لا بد أن نجتهد في المحافظة عليها. فاللهم زدنا قربا منك وحبا، وزدنا بك علما، وآتنا رحمة من عندك، وعلمنا من لدنك علما. إخوة الإسلام، نوصي جميع نساء المسلمين بالتزام ما شرع الله عز وجل من الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا نقبل ما حذرنا الله منه، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نوصي شباب المسلمين بأن يتقوا الله في أنفسهم، وألا يضيعوا أعمارهم هباء منثورا. اتقوا الله في الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفعكم بل يضركم، كمواقع الإفساد الاجتماعي التي تسمى مواقع التواصل، والمواقع الإباحية، والصور المحرمة، والتحرش بالفتيات في الطرقات. إن ذلك جرائم لم تكن منتشرة وسطنا قبل أن يحصل ذلك التحلل في المجتمع. وأفظع من ذلك الزنا والشذوذ الذي يحاول البعض أن يجعله مقبولا في العالم. هؤلاء الذين كذبوا الرسل، الذين يقولون بإباحة الشذوذ، هم والعياذ بالله الذين كذبوا لوطا عليه السلام، الذي قال لقومه: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. وهؤلاء الذين يريدون إباحة ذلك ويجهرون به، ليس في بلاد الكفر فقط، بل في بلادنا نحن وفي وسائل إعلام، هناك من يصرح بأن هذا من حقهم. القرآن يقول قوم عادون، وهؤلاء يقول هذه حرية شخصية. نعوذ بالله من هذه الحرية المكذوبة التي هي عبودية للشيطان. هذه الفواحش لا بد أن نحاربها. وسائل الإعلام التي تعرض الزنا والفحش والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، وكذا فيما تعلق بسفك الدماء وانتهاك الحرمات،
ترسخ قيم الفساد في المجتمع لابد أن نقاطعها، ولا بد أن يهتم شبابنا بما هو أعلى همة وأعظم قدرا، عمر تقضيه في تعلم الدين ونصرته، تقضيه في بناء بلدك، في تقديم مصلحة لإخوانك ومواطنيك ومن كانوا في حاجة إليك أسرتك تهتم بها، بدلا من التقاطع بين أفراد الأسرة لأن كل منهم مشغول بالموبايل الخاص أو أمام الكمبيوتر لا يكلم أحد منهم الآخر ولا توجد جلسات التناصح. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أين تكون هذه وسط التقاطع الذي داخل الأسرة وداخل الجيران؟ نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء، نسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على المسلمين وقد عافاهم من سفك الدماء وانتهاك الحرمات. اللهم ارفع سفك الدماء عن المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تحثهم على الشر وتحرضهم عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمور المسلمين شرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في كل مكان في من خافك واتقاك. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم عصم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم عصم دماء المسلمين في سيناء، في ليبيا، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في اليمن، في أفغانستان. اللهم عصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم اصرف عنهم أهل البدع والانحراف الكارهين لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، الذين لا يرعون حرمة الصحابة وحرمة المسلمين. واصرف عنهم بدع الخوارج المكفرين الذين لا يعبؤون بسفك دماء أهل الإسلام مع تركهم لأهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اللهم اصرف عنهم أعوان أعداء الإسلام الذين يرفضون شريعته ويريدون البعد عن تحكيمها في حياة المسلمين وفي نظم وفي شؤونهم كلها. اللهم اصرف عنهم من يريدها إباحية فاسقة فاجرة. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. تقبل الله منا ومنكم. صلوا أرحامكم إخوة الإسلام، وسعوا على أهليكم وأولادكم، انشروا الفرحة بعيد المسلمين، هذا عيدنا أهل الإسلام. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.